إذن إخواني الكرام، سلام الله عليكم. لحظة وصول السيد وزير الفلاحة هنا للمعرض الدولي للورود أو الورد العطري بالمغرب، فتنتمنى أنك تعيش معنا هذه اللحظات أخي المتتبع. ونحن هنا مباشرة بعد استقبال معالي الوزير بالأزيجي والتراث المحلي، فنستمع. يتلوها على مسامعنا السيد أي حاج آيات من الذكر الحكيم. يتفضل إلى منصتنا مشكورة. مزمور سبحانه وتعالى الكريم حاج آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سردا وعلانية قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. إذا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. صدق الله مولانا العظيم. ستنبت الأرض ربيعا غير الربيع وتسكب السماء مطرها فينقص الكون يومها كطفل كله حياة ونور.
ألا فبشري أيتها المراكيب لهيب يشرب البحيتها العيون فمن خلف الشمس آلاف الشموس وطريق ما أجمله من طريق تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله نفتتح المعرض الدولي للورد العطري هنا بالمغرب مرحبين بالسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والسيد السادة المرافقون كلا باسمه السيد رئيس السيد عامل عمالة تنغير السيد رئيس المجلس الجهوي لدرعة فيلد السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة فيلد السيد رئيس المجلس الجماعي لقلعة مجهولة السيد رئيس المجلس الإقليمي لتنغير السيد رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري سوف نحيا ويقات جميلة على هذه الأرض أعطي الكلمة لزميلتي باللغة الأمازيغية الجميلة التي شدت رحالها من منطقة ميدل تتفضل مشكورة إلى منصتنا وإليك الميكروفون أجموع الخير وذمون الخير مرحبا يسون سوختار سون زيان سكل ما يدي درخي حاضر رسا عري سون ترحاف أسني مير خود ما ولا يخدر نيس مخي شرف ناسا اللي غور خلان أراون تاريخ مرحبا يسون إن هباو المقون أراو المقون سوختار سون زيان مرحبا يسون مرحبا سواشان ناخذي الثام أموين نتيسين أقبل نون أضغار نون يا يضغار نوجتي أضغار غدان أضغار زيل أضغار إحلال أقبل الخير جمع الخير أن مقرى ستوالا ستستعود وخمسين نوجتي نقول أراون تاريخ مرحبا يسون مرحبا سواشال ناخذي الثام المجد الثالي وإجهام درعة فيلت نصفق عاليا للحضور الجميل بيننا في هذه اللحظة الجميلة إذا سيمتدك هذا اليوم جميلا بكل أهاته ولتكن هذه اللحظة الاستدقية الجمالية نعيشها اليوم على هذه الأرض أرض تنغير وقلعة مجهولة الجميلة القلعة الصامدة ضد الاستعمار الفرنسي والتي أبانت عن علو كعبها في تاريخ هذه الأنشطة الجميلة التي تعمل مؤسساتنا على حضورها نحيي عاليا معشر رجال السلطة يعني رجال السلطة المحلية بكل أطيافهم وألوانهم السادة الممثلون المغاربة جميعهم الحاضرون معنا هذا المساء لكم نصفق ولنقول على بركة الله نبدأ أزور سيادة مدياس نشيران مازير مكون أرقار إلى نشيران مدياس مبتدا الأدبي والفني هنا بقلعة مجهولة إلى منصتنا مشكورين تصفيقات حارة لكم جميعا شكرا
وبهذا نودعكم إخواني، وتستمر تغطيتنا هنا مباشرة من المعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، تحية مبعوث قناة شوف تيفي.